أقال اللهة البدائي فإلساط ياء اليوناني ألف مرحب فاصلة يا فهذا الفيديو فاصلة ياء ستشاهد لمحية موجزة عن أقل اللهة البدائية سيتم فيها التعامل مع الكون نشأ الكون المرتبط بإلساط ياء اليونانية بمزيد من التفصيل فاصلة ياء من أجل مساعدتك فإلساط ياء اليونانية فاصلة ياء بإضافة إليوسف على صولهما وخصائصهما وأساطيهما المرتبطة بهذه آل لهي فاصلة ياء مما سيسمح لك بفهمهم بعمق واتساع أكياء نقطة مقاطع الفيديو لتاليتيال فالحصول على رؤية واسعة النسخة إليك قبولي على نطاق واسع تجمعها سيوت فذلك الوقت يهو تلك ألف فيوغون بلفو فاصلة يفرغ عميق نقطة من هذاي ظهر غاية أألرضي وبعض الكائنات أئل اللهية البدائية الأخرى إيروس الحب فاصلة ياؤنا الهاوي التتار وإريبوس ضد يبدأ كانت إلساط ياؤنا الكونيي إي جزء من الحياة فمجتمعات يالي رش إلدنا من إألفية الثالثة قبلي والميل مع تطور ثقافة اليونان القديمة فاصلة يبدأ الشعراء اليونانيون تدريبيا تهذه إلساط ياء الرشقية فتب يمكن رؤية المحاولة الوالفاء إليذة هوميوس فاصلة يا حيث ورد ياء نائل الهي لمحيطي فاصلة ياء والد إيال اللهة فاصلة ياء ولما تيثس فاصلة ياء كذكرى أسطورة بسوي البابلية نقطة وتيما فإحدي فقراتها أنه يتعلق بأنها تريد التوفيق الماء فاصلة يا فإن فكرة الماء كعنص توى بهذا بدان تصور تلسم ليتس فبحثه عن عنص لطبيعة أشياء رش بدان قيحاول أوفيوس فاصلة يا الشاعر والموسي اليوي والفو الفارغ والعالم ضد باء يا أنن الأسطوري فاصلة يا ملأ الفجوة المرن بقصة مختلفة فاصلة يا ألف وفق لها فو فاصلة يا أن الليل نيكسي وإريبوس كان هناك رش في بداية كله دعونا نرى آلنا آل اللهة البدائية واحدي تلو الأخرى ض نقطة فو ألف وفق ضي فيوجون لسيوت فاصلة ياء كانت رش أول أيه الفوض نظر الموجود فاصلة يا ألف الفو كانت كيانية الوحيد الموجود فإأصل فاصلة يا يجبي بال رصورة أن تكون آل اللهي للحقي قد نشأت من رش إنه يتعلق بما تم إنشاؤه مني كل أفاصلة ياء بما فذلك الكون وآل الهي اليوناني ضلف حال من ضف البداية فاصلة ياء كانت موجودة الفو العشوائية فالفراغي ردان فاصلة ياء وبعدة ودي تشكلت بيضة كونية في تنف رحمها وفتحة لتنتج أول إيال الهي فالظالم ألف وفق للمؤرخ ضاء اليونان سيوت فاصلة ياء كانت الفو ألف أيض ألف مكان يشبه إلى حد كب يترتروس ألف ولحقت السماوات أعاله نقطة وصفه سيوت بأنه مكان بعيد فاصلة ياء تحت الأرض فاصلة ياء قاتل ضمع ظهور آل الهتي الأول من الفو فاصلة ياء أنشأيه سيودا آل اللهة المتعلقة بكل عنص معروف ألف باء من العناصي البدائي الأرض والسماء والبحر جاية على الرغم من كون هاي شخصية مهمة لمن يتم تكريمها بشكل خاص كوي فإلساط ياء اليونانية فاصلة ياء إلي أن فعباد اليونان القديمة فاصلة ياء على الرغم من تخصيص المعابد لها على الرغم من أني جاية تعملي فإلساط ياء كشخص وتظهر ألف أحيان فإل عمالي الفنية الناشئة من الأرض فشكل برشي فاصلة ياء فال يمكن القول إنها إله مجسم ألف رش تمام بسبب ارتباطها والمدى بألض باعتبارها جسدي وطبيعي نقطة عن رص رش المباء إنها خالقة الكونية فاصلة ياء كما أنها كانت قادرة على التنبؤ بالمستقبل فاصلة ياء لذلك كانت تعت ياء ألف أيض نبي نقطة جاية وحده هو الذي ولد أورانوس فاصلة يا السماء المرصعة بالنجوم فاصلة يا ثانية اتحد معه وأنجبي جبابرة نقطة كما ولدت تيتانيسي فاصلة يا سيكلوكس وهيكة شاير فاصلة يا كائنات ذات ماء ذراعي فاصلة يا عمالقة وعنيف كرهت أورانوس جميع أطفالها فاصلة يا مما أجى يهم على العيشي فأعماق والدتهم فأحد إليامي قررت إطالق شاحهم وطلبت منهم النطقام من والدها فاصلة ياء لكنهم كانوا ألف ياء منها نقطة قبلي كرونوس الإصغر فقط فاصلة ياء لأنه كان يكرهه إكث ياء نقطة أعطتي جايا جميع خائف من جل ألف فولذي لبنها كرونويس قخصي والده تقطع كرونوس وقلبهما خلفه نقطة أدم المتدفق من الجرح المخصب جيا ومن هناك ولد بالعمالقة واله ينيات وحوريات أرمت فاصلة ياء بالإضافة آل جميعي آل اللهة المتعلقة بالشجار
الولدت منها آل اللهة البحرية بعد هذا التشويهي فاصلة يا انضم غايا إلى بونتوس فاصلة يا. ساد كرونوس العالمي وأصبحي طاغية إرهيب وحبس إخوته فترتروس فاصلة ياء لذلك خططي جاية لانتقام جديد نقطة تهم والدهما أطفال ريان كرونوس فاصلة ياء ولكن عندما كانت حامل بزيوس فاصلة ياء طلبت المساعدة نقطة كشف جياي وأورانوس له شاء الاقدر علماه كيف يتفوق على كرونوس نقطة عن دما يولد على طفل فاصلة ياء يخفيها غاية في كهف فاصلة ياء في نفس الوقت الذي عطى حجر ألف فتحتين همزة فيها كرونوس ألف ملفوف فمنتس فاصلة ياء واتهمه دون أن يلحظي الفرق عندما كان زيوس أكايا ألف سن فاصلة ياء قاتل ألف الخلع بهاي والده تعلن معي كرونوس وجايا أخيه أنهي سيحتاج إلى مساعدة جبابرة نقطة عندما أطلقهم زيوس من ترتروس فاصلة ياء أعطوه اليقي والرعدوال يقي فاصلة ياء إئل سلحة لكن غايا كانت لتزال غايا راضيتي عن مصي هيك تنشي فاصلة ياء الذين مونزه فاصلة ياء لذا تتخذ معي ترتروس إلهي الهاوي ووالدها تايفون فاصلة ياء الذي كان على آل الهي أن تقاتل مع هي لفي طويل نقطة بالإضافة إلى ذلك فاصلة ياء ولد وحش آخر فاصلة ياء إيكيدنا فاصلة ياء من هذا الاتحاد وحتى الشهرة ذه تفاصلة ياء إلو على الصف ضلتن يتنسب معظم الثيغونيات إلي غاية أمومتي وحوش مختلفة مثل الحرباء فاصلة ياء التتاري منطقه أعمق التتار فالعالم فاصلة ياء وتقعي تحت الهاوية نفسها كان المكان الذي حبست فيه الجيال المتعاقبة من آل الهي أعداءها نقطة فإلصاط ياء اليونانية كان هناك ما يسمي ترتروس فاصلة ياء وهوي مكان عاصف من المعاناة إلى بدية فاصلة ياء على غرار جحيم المسيحي ترتروس فاصلة ياء إلى جانب كونه أمكان فاصلة ياء كان إله فاصلة ياء ابن إي وغاية نقطة كانت ترتروس فاصلة ياء كموقع فاصلة ياء أعمق من الهاوية فاصلة ياء فأحشاء العالم السفال كان ترتروس ألف مكان ألف بعيد ألف جد لدرجة أنهي كاني ألف بياء السماء والأرض نقطة كاني ألف مساوية للمسافة محاط بثالث طبقات من الليل وجدار من أليونز فاصلة ياء مما شكل بياي ألف داكن ألف رديء وكائب نقطة هناك جن سيل جبابر عالمه كانت الهاوية الدنتي فاصلة ياء كمثل الجحيم نقطة هيك تون كيرس آل تسمت بع الرؤوس الضخمة ومئات الأسلحة القوية رش الملعون ياء فاصلة ياء الذين كانوا يحرسهم عمالقة آت المؤن الذي دخله الجميعي فاصلة ياء لكن ترتروس كانت موطن في ترتروس تم تكييف العقوبة معي الخطأ لمرتكبي فالحياة إلخ ومروجه المزهر بالأبدية السعيدة نقطة عندما ماتوا فاصلة يتم الحكمي عليهم جميعا من قبل محكمة هاديس فاصلة ياء المؤلفة من رادامانثيس فاصلة ياء يقوس منوس فاصلة ياء الذين حكموا مصير الصل شمس الياء فاصلة ياء مسكن الفاضل والبطل فاصلة ياء الذي وعده حقوله ياء كان لترتاروس نظيها فاصلة ياء النهان لجميع الكائنات إيروس إنه يجسد الشغف والمحبة والتوق الكاملي ويسمح وجوده للكائنات البدائية بخلق كائنات جديدة بدون اتحاد جسدي كان إيروس إله الحبي وقلوب هم بشدة فاصلة ياء مما يسبب إرص العاط والجسدي نقطة دون سابق إنذار فاصلة ياء يختار أهدافه بقاف اليونان فاصلة ياء أو بشكلي أدقي فاصلة ياء إلهي الرغبة ارتباك ومشاعر لقهر فالفن اليونان فاصلة ياء ألف غالب مارس ياء إيروس على أنه شاب لطيف وجميل فاصلة يتوج الكانتي مرتبطة ألف تاء ميم بالزهور فاصلة ياء وخص الورود فاصلة ياء ارتباط ألف وثيق باهل أصول أخرى محتملة هسيود رشح السف والألفو البدائية مع غاية فاصلة ياء أرض نقطة وطرطوس فاصلة ياء العالم ضد القرن السادس قبل الميالد فاصلة ياء وهو أحد أقدم النصفي صلى الكون وسالية آلهة إليساط ياء اليونانية فاصلة ياء أني إيروس نشأ بعد ثيوكني فعمله الشعري من جانبه فاصلة ياء نقطة إله الظالمي والظالل إيربس فاكسئ إله من بيضة وضعها نيكس فاصلة ياء إله الليل فاصلة ياء بعد أن خصبها أرستوفينيس في الكوميديا طيور 414 قبلي والميل من قبلي بدوره فاصلة ياء كتب أفلطون فعمله المأدب 385 شرطة 370 قبلي والميل أن إيروس ولد من اتحادي بوروس فاصلة ياء إلى هلوفري فاصلة ياء وبينيا فاصلة ياء الذي يمثل الفرق
وال ورثت من ناحية لم يتيفش هذا المزيج الخصائص المتناقضة للحبي فاصلة يا نقص ألف دائم ومن إشاف أقلب وشجاعته ألف أحيان يكون وائل للهي ألف مرح ألف موذن فاصلة ياء لكنه وموذن بشكل غيف أوقات أخرين يكون ألف الطائشية فاصلة يا حيث يلعب إل له معي ضحيته مثل ورقة عاجزة تمسك قاسي بهجمات مفاجئة لتبلب سوى الشغف والرتبة فما هبي الريح راقد يا ألف أيض باعتباره إلى الخصوبة فاصلة يا فهو ابن أفروديت فاصلة ياء إله الجمال والجنس فاصلة ياء وآريس فاصلة ياء إله الحرب نظر لكونه ألف فتحتين ألف ابن إلهة الجمال وإله الحرب فاصلة ياء فإني إيروس هوي إله مزدوج ألف تمام كما يمكن أني يكون الحب ألف مرادف للسعادة فاصلة ياء يمكن ألف أيض أن يسبب ألم والمعاناة بالإضافة إلى إلهام الشغف بآخرين فاصلة يا وقع هذايا إلله ضحية لسهامه الخصي ووقعي تعطي فحبي النفس الفانية فاصلة يا أنالت أجملي امرأة ولدت ابنتهما الوحيدة فاصلة يا أنيأون الفن فالعالم نقطة من اتحاد الترمز إلى الشهوانية تهيد فاصلة يا أن إيروس هو ابن أفروديت فاصلة ياء إله الجمال والجنس فاصلة ياء وآريس فاصلة يا إله الحرب هو إلكي تمثيل الأسطورة توأم ياء ولد من هذا الاتحاد إيروس إله الحبي وهيميوس إله الشهوة والرغبة الجنسي ومع ذلك فاصلة يتشياء كتابات أخرى إلى أني هذه إلا لها حملته بعد أن استحوذ عليها زبد البحر وأني يمثل هذان الشقيقان فاصلة ياء إلى جانب بوتوس فاصلة ياء آلهة الحب المجنحة فإلساط ياء اليوناني هل تقوم عليها كلي عالق الحبي إيروس فاصلة ياء والرغبة الجنسي غشاء البكار والشوقي بوتوس تاء باء ياء المكونات الأساسية يتجمع هذه الثالثي نقطة أصاط ياء إيروس نقطة أسطورة إيروس والنفس ابنتي ملك أبهر الرجال بجمالها نقطة هذا جعل الكثوين يعبدونها كتناسف الفرودية كون سيكي كان ويمذابحها أمرت إلهة الغيورتي ابنها إيروس بجعل المرأة تقع فحبي الرجل إلك ألف وحق ياء الذي يمكن أن يوجد نقطة ومعي ذلك فاصلة ياء فقد أشي جمالها أئل له وأخذها يألي قرصه حيث جعلها زوجته بغيض ألف ومع ذلك فاصلة ياء لتجنب غضب والدته فاصلة يقام بزيارتها فقطي فلي حتى ليكشف عن هويته الحقيقية نقطة بعد أن تأثرت بأخواتها الحسوداتي فاصلة ياء قررت سيك ذات يومي انتظار إلى الهيحة ينام وأضاء وجهه بمصباح لي من هو وفي الظالم الشعرت بالذنبي فاصلة يا سلسلة من الختبارات الخطية لكسب غفرانة تتخل عنها والحزن جعلها تفقد جمالها نقطة أجرتي المرأة فاصلة ياء اكتشف إيروس الخياني فاصلة ياء فقرر فالمرة إلى خية فاصلة ياء نزلت إلى الجحيم لتطلب منه بيسيفون القليل من جمالها فاصلة ياء من أبلي استعاد حبيبها ألف الخالد فاصلة ياء للبقاء ألف سيكي أخياء فاصلة ياء غفر لها إيروس وتوسلت إيالي والدتها وزيوس للعودة إيالي ثنياء ولدت ابنتهما الوحيدة فاصلة ياء بياء مع إيالاء لبدي نقطة من التحال الترمز إيالي الشهوانية تهيد فاصلة ياء دافن وأبل تأسطور ومغتكر سهام ميم والموسي فاصلة ياء كان يستهزئ بقدرات إيروس قف قصة أخرى قيل أني أبل فاصلة ياء إله الشمس والعقلي فانتقام فاصلة ياء أطلق أحد سهامه عليها ليجعلها تقع نقطة لكنه بدوره قف حب حورية تدع دافخة تشعر بصدراء والازدراء تجاهها الواحد أخرى بها إرشاد على لشابتني فاصلة ياء على آل رغميمن آل رفض فاصلة ياء استمر إلى لها ياء أصبحت الشجر مقدس آل بولوت من ولدها فاصلة ياء نهر لدون فاصلة ياء آل مساعدة النقطة حولها إلى غار ومنذ ذلك ألح فالبحث عنها فاصلة ياء وللفرار من المضايقات فاصلة ياء طلبت دافة أسطورة الحب والعاطف ده هناك أسطورة أخرى تقول إني أفروديتي كانت قلق أولنا الوقت قام ولم يك يا ابنها فاصلة ياء وبإداء طفل ألف ورشيرا متمرد ألف لذلك قرر الذهاب لاستشارة أوراكل فينيسي ألف بحث عن إجاب نقطة فهذا المكان المقدس أجابوه بأن الحبية ليمكن أن ينمو بدون عاطفة حتى أنجبت ألف لم تفهم إلهة الرسالة ابن آخر فاصلة يا أنتيوس فاصلة ياء إله العاطفة نقطة عندما كان مع أخيه فاصلة ياء نشأ إيروس وأصبح إشب جميل نقطة ولكن عن دم قوافي كان ألف شق مدلل مرة أخرى هيلياء من طرواد أسطورة هيلياء بعد أني صوت لصالحها وعدت أفروديت أن يطرواد باريس بحبي فمسابق جمال اشتبكت فيها إلا اللهة مع هاء يا وأثينا
مايو من يالوس فاصلة ياء ملك ميسينا نقطة، ومع ذلك فاصلة ياء بفض سهمي من ايوس فاصلة ياء وقعت الاشتهرت بجمال هاي فاصلة ياء وجوته الياء فاصلة ياء كان فحب باريس وهرب العشاق معي فاصلة ياء من مدي ايا لاندلع حطروان نقطة اريبس لقد كان اله بدائيا فاصلة ياء تجسيدا للظلمة والظل فاصلة ياء مألو كلي زاويي وحفرض في العالم نقطة، وقيل ان ضباب الظالم الكثيف يحيطي بحوف العالم ويمأل الى الاماكن القاتمة تحت الارض ألف نفسها كانت قد أنجبت له ألفته نكسي فاصلة يا الليل فاصلة يا وولد اتحد ألفو نقيضهما إلث ياء وهم من يا عيو السماء جلب الليل إلي العالم فاصلة ياء نيرب السحب نكسي الضباب المظلم من يا أن والم وقامتي هيم من يا بإزالة الظالم مما سمح لألف ياء بإضاءة الأرض مرة أخرى ضن جلب اليوم نقطة حجبي نكس ضوء الأثياء الهواء العلوي الساطعي أرشها هائما رفاح المدفون يا والمؤنغي نيرنياس وثاني توس إلي جانبي هيديس الكلب ذو الرؤوس الثالثة فاصلة ياء حارس سربرس أيضا مقر إقامة إيربس كان آلة الجبابرة للفيديو سوف تحبها لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الخاصة بالتاريخ أو إلساطيين أو الفلسفة أو الفن فاصلة يا يرب يا زيارة قناة فوصف الفيديو.